إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، الحديث بحول الله جل وعلا إذن حول الحج، وقد ذكرنا أن الصيغة التي نفصلها بإذن الله عز وجل هي صيغة الحج بالتمتع، والحج بالتمتع هو جمع بين حجين وعمرتين مع فاصلين بينهما. يعني الحج بالتمتع هو واحد سفرة تعبدية فيها الحج وفيها العمرة وبينتهم فاصل، هذا الفاصل كيكون إحلال وتحلل، يعني الإنسان كيدير واحد اللحظة ديال الاستراحة بين الحج والعمرة. وبحول الله يعني كالعادة التي جرت أنني إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني غادي ندرج الكلام بواحد الأسلوب بسيط بإذن الله عز وجل حتى يفهم القصد من لدن الجميع بإذن الله جل وعلا. فإذا الانطلاق بحول الله لما يكون من المغرب إلى الديار المقدسة بقصد الحج والعمرة عنده جوج الإمكانات، عنده جوج الاحتمالات، يا إما أننا سنسافر إلى مكة مباشرة، وإما أننا نسافر إلى المدينة أولا، لأنه يعني من الأشياء التي يقضيها الحاج والمعتمر أنه كيدير الزيارة إلى المسجد النبوي الشريف. والزيارة طبعا المسجد النبوي الشريف ليست من أعمال الحج، لا هي ركن ولا هي حتى شي حاجة من أعمال الحج، لا علاقة لها بالحج، لكنها عمل مندوب إليه حسن جدا وفيه أجر عظيم. على الأقل أن الإنسان كيصلي في مسجد الصلاة فيه بألف صلاة، لأنه يعني ثبت في الحديث الصحيح أن الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة بألف صلاة، بألف صلاة من الصلاة نصلي هنا أو في أي مسجد آخر من غير المساجد المذكورة الثلاث في العالم. بينما المسجد في الحرم المكي اللي هو بيت الله تعالى الحرم المكي فاش كاين الكعبة، الصلاة تما بمئات ألف صلاة. ومعروف طبعا بأن المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال هو المسجد الأقصى، فك الله أسره، الصلاة فيه بخمسمئة صلاة. الشاهد عندنا إذن أن المدينة المنورة مقصود مسجدها لذاته بما هو مسجد شريف شرف الله الصلاة فيه وجعلها أضعافا مضاعفة على سائر الصلوات التي نصليها بمساجد العالم. لكن قلت الإنسان كيمكن إذن في طريقه إلى الحج، ممكن على حساب التنظيم ديال الرحلة اللي غيمشيو الأولين واللي غيمشيو مؤخرين، كاين اللي غادي يسبقوا لهم المدينة كاين اللي كيأخروا لهم المدينة. فإذن في الحالين إلا هو الإنسان غادي يكون مع الفوج اللي غادي يمشي لمكة مباشرة غيكون عنده استعدادات خاصة من هنا من المغرب فيما يتعلق بالإحرام الشكل ديال الخدمة. وإذا كان يعني عنده المدينة من وراء ما عنده حتى شي استعدادات هنا من المغرب، الاستعدادات حتى المدينة لأن عنده الوقت، عنده تقريبا أسبوع أو 10 أيام كيعطيهم في المدينة، هنالك إذن عنده عمل آخر. فغنذكروا يعني الصورتين معا. فالدخول إلى الحرم المكي، الحرم المكي يعني المحيط كله المحرم ديال مكة، ماشي يعني فقط المدينة ديال مكة، راه المدينة ديال مكة والمحيط ديالها عندها واحد المحيط كبير كله كيتسمى حرم، ما خصش أي إنسان يدخل له بلا ما يكون دخل بالإحرام من الميقات، يعني لبس الإحرام ديالو ودار النية وأهل بالعمرة أو بالحج. إذن عنده واحد الحدود معينة ذكروها العلماء وذكرتها الأحاديث النبوية الشريفة. فإذن ذكروا إذن الحالة ديال الناس اللي غاديين على مكة مباشرة. فالإنسان اللي غادي على مكة مباشرة عنده الموضع كيتسمى الميقات المكاني اللي غادي يحرم منه، واحد المنطقة كيقولوا لها رابغ ذو الحليفة سابقا، لكن يعني الآن هي واحد المنطقة كيقولوا خريبة، ولكن يعني الإنسان ما غاديش يشوف داكشي لأنه كيكون في الطائرة يقولوا رابغ، ومالين الطائرة كيخبروا كيعلموا بأنه وصلنا لمنطقة ديال الميقات المكاني باش كيبداو الناس الإهلال بالعمرة أو بالحج والعمرة. لذلك إذا الناس اللي عندهم الرحلة بهذا الشكل غادي لمكة مباشرة من هنا من المغرب خصو ينظف الجسم ديالو، أي أنه يغتسل، هذاك الاغتسال المندوب إليه وهو سنة مندوب إليه، يغتسل وينظف الجسم ديالو من الشعر الزائد، يقلل من الأظافر ديالو، يعني خصال الفطرة بصفة عامة، النظافة العامة العادية اللي كيديرها المسلم رجلا كان أو امرأة. وبالنسبة للرجل كيلبس هذوك لفاط، يعني اللباس الذي ليس بمخيط وليس بمحيط اللي هو لباس الإحرام، يلبسه هنا في داره لأنه ما عندوش كيدير يلبسه في الطائرة، ما يمكنش. فلهذا إذن يلبس ذلك بمنزله هنا. النساء ما عندهمش طبعا هذا المشكل، النساء عندهم يعني اللباس ديالهم الشرعي كما مفروض يلبسوه في الحياة ديالهم الدينية العادية كيبقوا به، بينما الرجال طبعا وجب أن يتجردوا من المخيط والمحيط. أما المخيط
فهو الثوب اللي دايز فيه الخيط الإبرة أو الماكينة، مهم ما يكون شيء مخيط، ما يكون شيء يعني داز عند الخياط، يعني الثوب كما كيتقطع من عند مو الثوب، وما يكونش محيط بمعنى الفصالة ديالو حتى في المعمل، ما تكون شيء بحال الشكل ديال الباندا، يعني ديال النص ولا ديال اليد ولا الراس ولا ليزار اللي كيكون محيط صناعة هكذا كمصنوع ويلبسوا على نصه، هذا كله لا يجوز لبسه بالنسبة للمحرمي، لابد يكون عنده ثوب اللي غادي يلبس ثوب مفتوح وما دايش فيه الخيط ديال الخياط، سواء بالماكينة ولا بالطريقة التقليدية ما يدوش فيه الخيط ديال الخياط، يعني وإنما هو نسيج. كيفاش داير هذا النسيج؟ ما كيهمش، يعني الان راه عاده كيلبسوا ثوب ديال الفوطه لانه مزيان كينفع تما كيمص العرق، ولكن راه يجوز باي ثوب كيما بغي دير الثوب ديرو انت حر، ما كاينش شي تقييد نهائيا، انما جرت العاده انه كيلبسوا هذا الثوب هذا ديال الفوطه لانه لطيف فعلا وكيساعد فعلا الجسم في امتصاص العرق. فإذن بعد ما يتنظف الإنسان في بيته ويقلم أظافره ويقص شعره كل خصال الفطرة ديالها ويغتسل كيلبس هذا اللباس هذا من التحت، هما جوج ديال الطروفات الثوب، واحد كيكون عبارة عن مئزر كيلبسوا على نصه ويشدوا في النص ديالو مزيان يكون كافي باش يدوروا واحد جوج دورات ولا ثلاثة على حسب القدرة ديالو على حسب الحاجة ديالو، ويلبس عليه منطقة يعني ديك الصمتة اللي كيلبسوا الحجاج عادة فيها بزاطم فيها جيوب باش يدير فيها الوريقات ديالو غادي يحتاجها فعلا مزيان يكون فيها، ولابس بها واخا دايز فيها خيط يعني داك الخيط يعني قليل لا بأس به، يعني شي حاجة يسيرة يعني الإنسان ما يبقاش محن مع التدقيقات الكثيرة لا بأس بذلك، خيط ديال صمتة الساعة خيط ديال صندلة ديال الجلد كل ذلك لا بأس به إن شاء الله كما قاله غير واحد من العلماء في حديث عائشة يلبس الحاج منطقته، يعني عائشة رضي الله عنها دي فتوى ديالها والفقه ديالها أن الحاج يمكن له يلبس ديك الصمتة، والصمتة عادة كتكون مخيطة، لكن طبعا راه كاين نوع ديال الصمتة اللي مخيطين مشدودين غير بالبينيز، واخا يدير الإنسان الخيط المخيطة راه ما كاين بس، فإذا كيلبس هذه الصمتة ديالو ويلبس عاود الرداء يعني ديك الفوطة اللي يديرها على كتافه يتلوى فيها ويلبس فوق ذلك لباسه المغربي العادي قنادرو وجلالبو باش يعني كيتحمى من البرد من هنا حتى المطار، إما ركب مطار فاس ولا مطار الدار البيضاء والرباط، فإذا خصو يلبس اللباس العادي ديالو من فوق. فإذا ركب الطائرة كيركب بشكل عادي كسائر الناس، فإذا الطائرة كتقلع بإذن الله عز وجل وسلامته وأمنه وأمانه بإذن الله عز وجل، فهو غادي حتى المنطقة اللي كيخبركم بأنه وصلنا الميقات ديال الإحرام، الميقات المكاني قلنا سميتو رابغ ملي كنكونوا غاديين على جهة ديال مكة، فإذا وصل الإنسان هذا المكان راه الخبر كيشيع في وسط الطائرة لأن كاين المسؤولين تما كاين القيمين الدينيين الوعاظ اللي راه غاديين مع الفوش لا بد غادي يكون بإذن الله عز وجل، وربا بين الطائرة المسؤولين راه حتى هما عارفين بلي راه داير الحجاج معاهم هذا الشيء كيكون معلوم ما ترفدوش الهم نهائيا ما ترفدوش الهم، تسمع الطائرة كل هذيك الساعة الناس كيبداو بالتلبية لبيك اللهم لبيك، فإذا في هذه اللحظة هذه الإنسان بالنسبة للرجال كيقلعوا هذوك الجلال والقنادر ويبقاو فقط بهذوك الفاط يعني بلباس الإحرام، وإلا عنده الصباط أو التقاشير يقلعهم يعني ما يخليش شي حاجة محيطة بالجسم ديالو لأن الصباط محيط والتقشيرة محيطة، يقلع أيضا هذاك الشيء كله ويلبس صندالة، ولذلك مزيان من البداية تجيب معك واحد الصويك صغير في يدك ديروه عند راسك في الطائرة في ذاك القمطر العالي ديال الطائرة فيه الصندالات اللي عندك الصباط كتحيد الصباط وتحطه في الصاك وتهز الصندالات ديالك من الصاك وديرهم في رجليك بلا تقاشر، فإذا هاد الصندالات ديال الميكا ديال الجلد يعني على حسب تيسير الكلام طبعا كله الآن مع الرجال لا علاقة للنساء به، أما النساء راهو بلباسهم كيبقاو بلباسهم ما عندهم حتى شي تغيير في اللباس إطلاقا، اللباس بالعكس سيكون مستور ما عدا المرأة اللي من العادة ديالها أنك تدير النقاب تم خصها تحيد النقاب، لا تنتقب المحرمات ما تدير شيء النقاب هذا حديث صحيح، لا تنتقب المحرمات ولا تلبس القفازين يعني دوك الليقات ما تلبسهم فيه في الإحرام ديالها، فإذا هذه اللحظة التي هي لحظة الميقات بهذا المكان المعلوم الذي هو منطلق الإحرام الإنسان اللي غادي بالنية ديال التمتع، احنا قلنا نتكلموا على نموذج التمتع، إذن التمتع راه عندك عمرة أولا ثم حجة من بعد العمرة بينهما فاصل بينتهم واحد اللحظة ديال الإحلال تتحلل، ولذلك الإنسان يلبي بالعمرة يلبي العمرة لبيك اللهم عمرة يقولها بواحد الصوت عالي، فهاد النقطة كيتقدر الرجال مع النساء حل بحال كل شخص يلبي بالعمرة وبصوت مرتفع والقصد دياله متوجه لله لأن هذه النية والنية هي الركن الأول من أركان الحج، وإذا ما كانتش النية الحج كله باطل سيتعود لك قدر الله، والحمد لله النية ماشي شي حاجة صعبة اللي غادي الإنسان يبدأ يخدمها راه من هنا راه عندك النية يعني كان قصد عندك النية من هنا لأنه أنت يعني هذا العدد ديال الاستعدادات والمال الذي أنفقته يعني رحلة ماشي سهلة، فلذلك النية ماشي شي حاجة اللي غتغيب على الإنسان وإنما
تما في ديك اللحظة الإنسان كأنه يقع نوع من التجديد لها، لأنه هي النية راه قديمة عنده، ولكن الآن كيوقع تأسيس بالأحرى، تأسيس ديال النية وإهلال، يعني كيرفع الصوت ديالو بالتعبير عن هذه النية. والعبارة اللي شرع الله تعالى لهذه النية ديال الحج هي العبارة المشهورة ديال التلبية: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. وقلنا إذن تقال بصوت مرتفع، فالعلماء كيقولوا بأن هذه التلبية الأولى واجبة، هذيك العبارة الأولى لبيك اللهم عمرة تلبية واجبة، لكن النية راه فوق الواجب، النية ركن ركن. وبعدها مباشرة يبدأ الحاج والحاجة في التلبية بالصيغة النبوية المشهورة المتداولة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها الإنسان ويعودها ويعودها. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحب الصحابة يرفعوا الصوت ديالهم بها، حتى في واحد الحديث حتى تبح أصواتهم، يعني ما كيوصلوا يعني المنطقة ديال السكوت والانقطاع عن التلبية حتى كيوجدوا الأصوات ديالهم تبحت بسبب يعني ذاك الغوات ديالهم. وأفضل الحج هذا في الحديث أيضا العج والسجو، العج يعني أنه كيغوت بزاف بالتلبية، العج والسجو أنه من اللي كينحر، يعني كينحر واحد الدبة قوية يعني جمال أو كذا في الهدي ديالو وكيخرج الدم قوي جدا، فذلك هو السجو. وفي الحديث أيضا: كأني بموسى بهذا الوادي وله بالتلبية عجون، يعني موسى عليه السلام وعداد الأنبياء حجوا قبل الإسلام. الحج طبعا ماشي فقط خاص بهذا الأمة، ولكنه كان من شرع من قبلنا أيضا، وكين أحاديث وأدلة كثيرة جدا فعلا على أن عدد من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل نفوسهم حجوا بيت الله الحرام ولبوا، فمن بني موسى كما ثبت بهذا الحديث الذي ذكرته الآن، فكان يعني عنده واحد الصوت عالي وهو يلبي بالحج. فالإنسان يلبي إذن في الطائرة، وملي تنزل الطائرة في جدة، لأن المطار مطار جدة فاش كينزلوا الناس، أيضا لا يقطعوا التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى عيا يسكت باش يعني يحافظ على الطاقة ديالو والقوة ديالو، وما يعود ما يعليش الصوت عود بواحد الطريقة متهورة تيجرح الحنجرة ديالو، لا، حتى الجرس الإنسان يصيبه الضرر يرتاح. فإذا يعني دار شي شغل، هز شي صاك، حط شي شنطة كذا إلى آخره من الأشغال، ونشغل على التلبية قليلا، ملي يرتاح يعود يستأنف التلبية من جديد، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني من بعد يعني طبعا المطار غادي يهزكم بالحافلات بإذن الله عز وجل، وفي الحافلة أيضا التلبية في الطريق ديال من جدة إلى مكة كلها تلبية، حتى تدخل العتبات الأولى ديال مدينة مكة، يعني حتى البني الأول ديال المدينة ديال مكة، ويقول لكم هذه مكة، احنا داخلين الآن لمكة، أنا إذن يقطع الحاج التلبية، صافي ما بقى التلبية. شحال من واحد كيبدا يدخل لمكة وباقي في التلبية ويدير الطواف وهو في التلبية، لا، لا تلبية في الطواف. أنا شرحت مرة سابقة المعنى ديال التلبية، يعني بالدارجة العامية ديالنا المعنى ديالها الاستجابة، أي هاني جاي هاني جاي، لأن الله تعالى قال: وأذن في الناس بالحج ياتوك، يعني عيط على الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر، إلى آخر الآية. فأنت كتعبر بالاستجابة: يا ربي هانا جاي، يعني سمعنا وأطعنا، لبيك اللهم لبيك. فلما دخلت لمكة راك جيت، ما بقاش تقول له هاني جاي وأنا في مكة، إذن وصلت الغاية والمقصودة، أنا إذن كتبدا الخدمة، ديك الساعة كتبدا الخدمة ديال العمرة. احنا داخلين دابا في التمتع، احنا داخلين بالعمرة، أول حاجة مطلوبة مننا أننا خصنا نمشيو ندخلوا للبيت الحرام للكعبة باش نديروا الطواف. ولكن الآن أنا كنتكلم بشكل عملي، شنو هو بشكل عملي؟ يعني لأنه من ناحية العملية ما غاديش تمشي نيشان للكعبة حقيقة، يعني بكري هذا هو المطلوب، لأن لا بدا تمشي للفندق باش تحط حوايجك. ولذلك كاين إكراهات معاصرة ما كانتش بكري بهذه الصورة اللي هي كاينة الآن، غادي تمشيو للفندق وتحطوا حوايجكم، إنما ما تعطلوش في الفندق بزاف. كلما أسرع الإنسان في الدخول إلى البيت الحرام من أجل الطواف اللي هو طواف القدوم، وفي نفس الوقت هو طواف العمرة، راه كيكون أقرب للسنة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان ما يمشي شيء يعني للفندق ويضربها بنعسة ويبقى جالس وكذا إلى آخره، سبق العمل ديال العمرة هو الأول، وارجع بإذن الله عز وجل بعد ذلك إلى راحتك وإلى ما تريد من قضاء حوائجك. فإذن احنا فرضنا نفوسنا الآن داخلين البيت الحرام، البيت الحرام، البيت الحرام أقرب الأبواب، هو كل بيبان اللي دخلت منهم البيت الحرام ما كاين مشكل، لا حرج، دخل من الجهة اللي عجبك، لكن أقرب الأبواب الحجر الأسود هو باب بني شيبة، الهضرة كيقولوا على باب السلام، لا، الباب اللي قريب جدا فعلا الحجر الأسود هو باب بني شيبة. إذا دخلت باب السلام اضطر دابا وما زال تشوفوا بين العزوج اللي دخل من باب السلام غيضطر يعاود يرجع للور، ما كيجيش مع الحجر الأسود، اللي كيجي مع الحجر الأسود يعني نيشان هو باب بني شيبة، وقبل من باب السلام قبل منه
فاذا ما كتدخل من هذا الباب هذا راه ماشي مشكل. انا كنقول غير اللي تيسر له مكتوب ما مصاب داك الشيء العالم طلب لايك يعني كل شيء واضح. اللي كيقرا العربيه الحمد لله عمره ما يتلف تما نهائيا كل شيء مبين يعني العلامات الحجر الأسود بداية السعي نهاية السعي داكشي يعني مغرز مزيان بالعلامات وباللوائح ما يعني إنسان اللي كيقرأ العربية ما عندهش كاع مشكل بإذن الله عز وجل. فإذا لما يدخل الإنسان وينبغي أن يكون متوضئا لأنه راه داخل الجامع وداخل العبادة شرطها الوضوء وهو الطواف بدا من الطواف يكون إنسان متوضئ. ولذلك المرأة إذا فاجأتها الحيض في الطريق أو قبل الطواف ما تدير شيء الطواف تبقى في الفندق حتى تطهر ثم تبدا العمل ديالها ديال العمره. ولذلك يعني الانسان لابد ان يكون متوضئا ثم يدخل الى البيت الحرام في اتجاه الكعبه وفي اتجاه الحجر الاسود بالذات. علاش الحجر الاسود؟ لانه هو العلامه ديال العد ديال الحساب ديال الطواف. لان يعني عندنا سبعه ديال الطوفات سبعه ديال الاشواط ديال الطواف كنبداو بالحجر الاسود وكنكملوا بالحجر الاسود فهو بدء العد وهو نهايه العد. فاذا ملي كيتقبل الانسان مع الحجر الاسود راه باين يعني بالنسبه للانسان اللي عمره ما مشى اللي مشى الحمد لله راه هو عارف المكان وعارف الامور مفصله. ولكن بالنسبه للانسان اللي عمره ما مشى العلامه ديال الحجر الاسود قلنا الا دخل من باب بني شيبه او دخل حتى من باب اخر ما كاين شيء راه الكعبه عندها اربعه ديال القنوت. من العلامات الرئيسيه ان القنت ديال الحجر الاسود يعني الزاويه الركن ديال الحجر الاسود هو الاكثر ازدحاما فيه زحام شديد. كل هالاركان الاخرى يعني اربعه ديال القنوت ثلاثه الاخرين ما فيهم شيء زحام وهذاك ديال الحجر الاسود فيه واحد الزحام شديد جدا يعني غير من الشوفه تعرف بلي راه تما الحجر الاسود الناس تما كيتقاتلوا شي طالع فوق شي فهو باين وبشكل جلي جدا لا يحتاج الى تبيين او الى بيان. زياده على هذا انه قلنا صحن ديال المسجد يعني هذيك الوطيه ديال المسجد الحرام اللي حول الكعبه مصوبه بواحد الرخام بيض صافي لامع الا واحد الخط من الرخام شد من الحجر الاسود حتى لنهايه الصحن كله مصوبين بواحد الرخامه بنيه قهويه فباينه انسان هو غادي في الرخام بيض تلقى الرخام بني وقف هذاك الرخام البني القهوي معناته راك اذا قبالة الحجر الاسود. شوف في الكعبه راه قدامك الحجر الاسود. فاذا هذا البدء احنا غادي نبداو دابا الان طواف اشواط ديال الطواف. الطواف ركن من اركان الحج لما نوصل شي ركن غادي نوقف عليه يعني فرق بين الواجبات وبين الاركان. الواجبات الى بنادم نساها او وقع له شي مشكل فيها تجبر بالدم يعني كترقع بالدم بالفديه ولكن الاركان الى مشات له اذا راه مشكل. فاذا الان قلنا اذا عنده النيه ركن راه دازت وعنده الطواف ركن ثاني لكن احنا رحنا في العمره وهذه ايضا اركان ديال العمره وهي ايضا اركان ديال الحج ايضا يعني كاينه في العمره وكاينه في الحج اركان هنا واركان ليه. وكاين بعض الاشياء اللي يعني غادي نذكروها من بعد لما نبداو الحج لان يعني احنا دابا خدامين في العمره لما نبداو الحج ما غاديش نعاودوها لان تكلمنا عليها في العمره بشكل باين وعلى راسها الطواف. هذا الطواف اذا قلنا الانسان يبدا بتقبيل الحجر الاسود 99% الانسان ما كيوصلوش لانه فيه زحام شديد. ومن الناحية الشرعية أقول يحسن بالمسلم خاصة في هذه الأزمنة لا يزاحم على الحجر الأسود لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منه أنه نهى بعض الصحابة من دخول الحجر الأسود لأنه غادي يدعو عباد الله على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب. قال له ما تدخلش لأنك رجل قوي فإذا دخل غادي يصدم على عباد الله فأنت ما خصك تأدي حد وما خص شيء أديك شي حد لأن تقبيل الحجر الأسود لا هو بركنين ولا هو بواجبين وإنما هو سنة فمن فعله حسن ومن لم يستطعه إن شاء الله ثبت له الأجر. لأن أنت ماشي ما بغيت شيء تقبل الحجر الأسود ما قدر شيء والله سبحانه وتعالى عليم بما وقع في قلبك من النية والقصد. ولذلك الإنسان ما يتشددش واحد عدد ديال الأشياء التي تؤدي إلى مهلكته. في كثير من الأمور كيقولوا الناس كيموتوا في الحج لا الناس كيقتلوا رسوم في الحج ماشي كيموتوا في الحج وبالمعقول لا في الرجم يعني رجم الجمرات كلها جميع الأعمال لو أن الناس فعلا أخذوا بالفقه الحقيقي لأعمال الحج ما أصاب أحد آذى إلا بإذن الله. فإذا نرجعوا للكلام ديالنا الحجر الأسود إذا ما استطعت شيء توصل له ما استطعت شيء تقبله تشير إليه بيدك من بعيد وتسمي الله بسم الله الله أكبر تسمي الله وتكبر بسم الله الله أكبر وتنطلق. كيفاش غادي دير تنطلق؟ يدك اليسرى للكعبة يدك اليسرى للكعبة وكطوف على اليسر ماشي على اليمين
هذه بديهية زعما كنقصد بديهية ما غتحتاجش لي قريها لك لانه الموجة ديال الطواف هكذا دايره واللي مشى يعني قلب الاتجاه وبغى يدير يدو لي من على الكعبة ما يقدرش لانه بنادم جاي كله من هذا الجهة غادي يردك بنادم. فلذلك يعني الشكل ديال الطواف غادي يقريك ويعلمك بشكل عملي انك خصك تمشي هكذا ماشي هكذا. انما هذا من باب الاستطراد والبيان والزياده باش الانسان كيعرف الا فعلا غادي يطوف يدو اليسرى على الكعبة يدو اليمنى. بالنسبه للرجال كيدير الايد الطباع. شنو هو الايد الطباع؟ هذيك الفوطه اللي راك مغطي بها كتفك بجوج هنا في هذه اللحظه كتعري كتفك اليمني ودوز الفوطه بدل ما تدوزها فوق كتفك كدوزها من تحت الابطه ديالك وترمي الشيط ديالها على كتفك اليسري. كيسميوه العلماء الايد الطباع وهو سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. وطوف به الطواف ديالك ديال القدوم اللي هو طواف العمره كامل حتى النهايه. ملي تكمل رد الرداء ديالك على كتفك. واحد العدد ديال الناس غتلاحظوا كيكمل الطواف كيبقى كتفو عاري غادي لمين كتفو عاري في عرفه كتفو عاري. لا ابدا هذا كله زيادات لا اصل لها. غطي لبس من البرد ولا من الصهد الى كانت الشمس غطي. فاذا يعني يالله هذاك الطواف الاول بوحده تطواف تطوع ما فيه شيء الاد طبع. طواف الافاضه ما فيه شيء الاد طبع. طواف الوداع ما فيه شيء الاد طبع. الطواف الوحيد اللي فيه الاد طبع هو طواف القدوم بالنسبه للحاج او طواف العمره. والقدوم والعمره يعني طواف واحد فينا. ثلاثه الاشواط الاولين عندنا سبعه. ثلاثه الاولين من هذوك السبعه ترمولوا فيها. شنو هي ترمولوا فيها؟ يعني كتجري شويه واحد السرعه خفيفه كديرها في ذاك الطواف ديك الثلاثه ديال الاشواط الاولين. صحيح انه الزحام ما غاديش يخليك تجري ولكن كدير بحال راك كتجري يعني كتبدا تنقص في موضعك يعني واحد شويه هكذا واحد الحركه تدل على نوعين من السرعه يعني الرمز ديال السرعه. واخا عمليا ما تقدرش تطبق هذيك السرعه تبارك الله الخيرات ديال المسلمين ملايين ديال المسلمين هذه ما بقاش يعني الحج ولا العمره كما كان بكري في التاريخ قديم يعني البشر كانوا مسلمين قلال بضعة ملايين الان الحمد لله مليار ونص مليار ديال المسلمين كيجيو باعداد غفيره من 3 مليون حتى 4 مليون ديال الحجاج والحمد لله. فاذا ماشي ضروري الانسان يطبق داك عمليا يعني كنقول ماشي ضروري لانه يعني ما تقدرش يعني الضروره تمنعك لان الزحام ما غاديش يخليك تجري نهائيا. ولكن يعني انا قلت يعني ثلاثه الاشواط الاولى كدير كانك ترمولو يعني كتزهزك واحد الحركه ديال رمز للسرعه ورمز لحركه الرمل كان الانسان يرمول فعلا غير ثلاثه الاولين. ولكن الباقي يعني الربعه اللي بقاو تسعه كتمشي عادي صافي كتولي تمشي عادي مع الناس. الدعاء الذي يقوله الإنسان في الطواف حر حر. ولذا تلقاو بعض الكتيبات ديال هذا الشيء ديال الحج فيه بأن الشوط الأول هاد الدعاء ديالو الشوط الثاني هاد الدعاء ديالو. أولا تكليف ما لا يطاق بنادم يدير داك الشيء فيه تمرة والمحنة. ثانيا لم يثبت شيء فيه ولا منه إطلاقا لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة ولا على التابعين غير الناس في التاريخ صنعوه وزادوه وما عندك ما تدير به. علاش ما عندك ما تدير به؟ جوج الأمور عندك تما مهمين. الأمر الأول التوحيد توحيد لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثبت عنده في الحديث الصحيح والأعمال ديال الحج كلها والعمرة فيها هذا المعنى. هذا قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن شعار ترفعه في الطواف ديالك هو هذا. يليه يعني مروره الأدعية الخاصة يعني هذاك اللي كتب الكتاب ودار فيه الأدعية تقول هذه تقول هذه ما عارفش انت اش في قلبك. الدعاء اللي في قلبك انت هو اللي خصك تدير تما يعني تسأل الله حاجتك وأن يكفر ذنبك. انت اللي عارف اش بينك وبين مولاك اللي خلقك من حقوق وواجبات وما فرطت في أيامك ولياليك الخوالي في حق الله وجنب الله تما كتستغفر مولاك اللي خلقك. وكل خطوة كل قدم كديرها في الطواف إلا وفيها حط لكثير من السيئات وارفع لك بكثير من الدرجات. لذلك يعني في الحقيقة العبادة الحقيقية أنك تتذلل لله وتتعبد له بلغتك أنت يا دارجة يا شلحة يا ما كيهمش. ربي تعالى مطالع وعالم بجميع الألسن وبجميع المواجيد وبجميع المعاني وبجميع المقاصد اللي عندك في قلبك.
يعني الدعاء ما خصكش اللي يقريه لك حقيقة. قالوا في الحديث حول هانو دندين، واحد جاي تصنط على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ديالو اش كيقول في الدعاء، ما فهم منه والو، عاود تصنط على معاذ ما فهم منه والو، قال له يا رسول الله ما تقول في سجودك؟ اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، ان تصنط عليهم وكيسمع غير دندن ما فهم والو من كلامهم. قال له ما تقول انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سولو، قال له اسال الله الجنه واعوذ به من النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حول هانو دندين، هذاك الدندن اللي سمعت راه داكشي اللي كنقولوا حتى حنا. فهذا فيه دليل على ان الدعاء حر فعلا، الاجتهاد في الدعاء حقيقة. يعني كاين أدعية مأثورة كثيرة بصفة عامة في السنة، ولكن راه خير الدعاء هو الدعاء اللي عندك انت فيه الحاجة فعلا. ولهذا فعلا المؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ليك والأبناء ديالك والأمة سيدنا محمد كلها. ولك أن تقرأ القرآن في الطواف، يمكن لك تبدأ تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى في الطواف إذا كنت تحفظ شيء من القرآن، أو تجيب المصحف أنت غادي وأنت تقرأ، كل ذلك وارد. المهم أنك تذكر الله، تسبح، تمجد الله عز وجل، تحمد الله، توحيد، كل ذلك صالح وصحيح ولا بأس به، بل فيه خير كثير. إذن هذه بصفة عامة الأعمال ديال الطواف من حيث الأدعية قبل ما توصل الحجر الأسود في كل شوط. كل شوط راه كدوز على اربعه ديال القنوت، اربعه ديال الزوايا، انطلقنا من الحجر الاسود ثم كنمشيو للزاويه التي تليه والتي تليه والتي تليه، هذيك الثالثه، الزاويه الثالثه قبل الحجر الاسود كتسمى الركن اليماني، كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يستلمها بيده، الى وصلت ليها يمكن لك تمسها بيدك، فهو فعل حسن، اطلب الله سبحانه وتعالى من الخير والاجر ما بين الركن اليماني والحجر الاسود، لان هذاك الصفحه هذاك الوجه ديال الكعبه اللي بين الركن اليماني والحجر الاسود معناته راك كتوصل لنهايات الطوفه ديال الشوط. تم الدعاء المسرور هو الايه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، راه ما كتجي فاش كتكملها حتى كتلقى راسك راك وصلت للحجر الاسود. اذا توصل للحجر الاسود كتقول ها واحد، ها الشوط الاول ديال الطواف عندي سبعه، ها اثنين، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته، ها سبعه، انتهى الطواف اللي هو ركن من أركان العمرة، وفي أعمال الحج كما سيأتي هو ركن من أركان الحج. فإذا كملنا الطواف، يعني دابا هذا مسلسل يعني وحدة مرة وحدة، خصو يتبع بنادم بالترتيب يعني باش يتحفظ بشكل مرتب بإذن الله عز وجل. كملت الطواف إذا بالأشواط ديالو السبعة، مباشرة كتمشي لمقام إبراهيم. شنو هو مقام إبراهيم؟ واحد القبيبة ديال النحاس راه باينة ملي تكون الطوف غدوز عليها بالتأكيد، إما تدوز موراها ولا قبل منها صافي، يا اما تجيك على يدك اليمين على حساب الموجه ديال البنادم فين دات، كيما تجيك على يدك اليمين ولا تجيك على يدك اليسار، واحد القبه من نحاس يعني تقريبا في الطوله ديال البنادم ولا عاليه عليه شويه، لا عاليه، عاليه على الطوله ديال البنادم، لان كتبان في وسط الناس من بعد، تكون يعني ربما العلو ديالها يكون شي 3 متر ربما اظن، او يعني شي 2 متر ونص، لان كتبان في وسط الناس، قبه صفراء نحاسيه وفيها الزجاج، هذا كيتسمى مقام ابراهيم. هاد المقام مقام ابراهيم اللي تكمل الطواف ديالك سير لعندو ورجع لموراه، يعني خليه بينك وبين الكعبه، بينك وبين الكعبه، خص يكون بينك وبين الكعبه مقام ابراهيم كتشوف فيه بعينك باش تصلي ركعتين ديال السنه، وبعضهم جعلها واجبه، يعني واحد السنه مؤكده او واجبه في بعض الاقوال تصلي جوج ركعات ديال الطواف، كتسمى ركعتا الطواف، يعني راك ختمت الطواف صلي جوج ركعات ديالك من بعد خلف مقام ابراهيم. إذا لقيت الزحام حداه بعد الاتساع كيمكن لك تمشي حتى للتقاوس ديال الجامع بحال هكا التقاوس، سير لداخل ولكن في اتجاه ديال مقام ابراهيم، المهم بينك وبين الكعبه مقام ابراهيم، ماشي ضروري بنادم يكون عنده المسطره يعني جايب النيشان 100%، لا ليس واجبا ذلك اطلاقا، ولكن بصفه عامه راك في الاتجاه اللي فيه مقام ابراهيم بينك وبين الكعبه، وتصلي ركعتين، وتصلي ركعتين، حتى نفرضوا كاع لقيت شي نهار سبحان الله شي زحام غريب ماشي عادي، ما تصليش الركعتين تما، سير لاي مكان في البيت، اي زاويه، اي قنت في المسجد الحرام وصلي هذيك الركعتين. ملي كتصلي الركعتين تعاود ترجع لاتجاه الحجر الاسود وتستلمه من بعيد بالاشاره، كتسلم عليه يعني بالاشاره من بعيد وتمشي لزمزم، دابا زمزم كان بير من قبل، يعني الى عادين قريب كان البير وكاين الدروج، وسعوا الحرم وسدوه سقفوا المكان، فكاين الان يعني روبينيات، يعني كاين البزابز او روبينيات ديال الماء ديال زمزم راه مبادا تما كاينين يعني في المحيط ديال الحرم كله فيما مشيت كاينين، اي ما لقيتو تما راه ما هو الا زمزم، ما كاينش شي ماء اخر نهائيا داخل المسجد الحرم غير زمزم، فين ما شربت فكتشرب من زمزم، تشرب من زمزم وتدعو الله جل وعلا.
لأنه في الحديث الصحيح زمزم لما شرب له، يعني داك الشيء لا شربت زمزم وطلبته من الله تعالى، ربي سبحانه وتعالى برحمته وبمشيئته وقدرته كيعطيه لك. فهو نوع من التسبب بالدعاء ونوع من الاستشفاء. كان واحد الدعاء كيديرو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لك أن تقوله، لك أن تزيد عليه، لك ما شئت، لكن يعني مزيان هذه العبارة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سهلة وخفيفة وجمع الخير الدنيا والآخرة. فإذا شرب زمزم عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ما بقيش شي خير بحال هادشي. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فإذا صنع الحاج ذلك انصرف آنئذ مباشرة إلى الركن الثالث، وهو السعي بين الصفا والمروة. هذا ركن دابا، ماشي غير واجب أو سنة أو مندوب، لا ركن، السعي بين الصفا والمروة. احنا باقيين خدامين في العمرة ماشي في الحج، العمرة. السعي بين الصفا والمروة كاين عندنا جوج الحجرات، واحدة إذا عطيت الظهر ديالك للكعبة وراك جهة الحجر الأسود، لأن المفروض خصك تكون جهة الحجر الأسود اللي طاف وكمل الطواف ديالو، لأنه كيكمل الطواف مع الحجر الأسود، ومقام إبراهيم تقريبا في نفس الاتجاه تقريبا، يعني شي حاجة ديال الفرق خفيف، خاصة وأن الإنسان صلى خلف مقام إبراهيم واتجه إلى الحجر الأسود وشرب ماء زمزم، إذا الظهر ديالو من اللي كيدور على الكعبة الظهر ديالو راه خلى الجهة ديال الحجر الأسود ظهره. فهاد اللحظة بالضبط وبهذا الشكل بهذه الوضعية ديالك، الصفا تجيك على يمينك والمروة تجيك على يسارك. فإذا كتقبض اتجاه اليمين وكتمشي تدخل في التقوس ديال المسجد، زيد زيد حتى تلقى الصفا والمروة. يعني الصفا والمروة واضحة، هي كتقول لك هاني. علاش؟ لأنه بنادم غادي جاي، فيها سعي، فيها حركة قوية، وغتلقى فيها زحام كبير، وفيها جوج طبقات، أرضي سفلي وفيها فوقي. إذا لقيت الزحام شديد جدا لتحت طلع لفوق، وكل ذلك مسعى بإذن الله جل وعلا بإجماع العلماء، اللي سعى لتحت صحيح واللي سعى لفوق صحيح. فإذا كتتجه الاتجاه ديال ديك الحجرة اللي على يمينك، هي الصفا، هما جوج كديات، واحدة على اليمين قلنا واحدة على اليسار، جوج كديات، هذيك اللي على اليمين سميتها الصفا واللي على اليسار سميتها المروة. يقول الحاج أو المعتمر: نبدأ بما بدأ الله به. اش معناتها هذه نبدأ بما بدأ الله به؟ قالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ملي بغى يسعى بين الصفا والمروة. أي كيشير الآية في قول الله جل وعلا من سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله تعالى قال إن الصفا والمروة، فإذا كنبدأ بالصفا عاد المروة، نبدأ بما بدأ الله به، يعني كتحاذي الحجرة ديال الصفا يمكن لك تطلع فيها شوية وتستقبلوا القبلة. ما تستقبلوا القبلة، تشوف اتجاه الكعبة وطلب الله سبحانه وتعالى بالأدعية. من هذه الأدعية اللي كان كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول أيضا: الحمد لله وحده أعز عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. وتزدك للسماء وطلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة على السجية ديالك وعلى الرغبة ديالك، وتنزل مباشرة ديك الساعة مع الاتجاه ديال الناس، اتجاه ديال الناس، لأنه السعي بين الصفا والمروة دايرين له جوج طرقان كما نقولوا دوبل فوا، وحدة كتدي وحدة كتجيب، فراه ما يمكنلكش تمشي مع اللي كتجيب لأنه الناس غيردوا. فإذا بشكل طبيعي تلقى راسك المجادفعك في اتجاه اللي كتدي وهي اللي جاية على يمينك، صافي تمشي على يمينك لجهة الحيط، فإذا أنت غادي لاتجاه المروة. أنت غادي وأنت تذكر الله تعالى بالتوحيد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا يعني بالأدعية، الأدعية أنت حر في الأدعية، اذكر الله، قرأ القرآن، يعني بحال داك الشكل ديال الطواف، أدعية حرة. كتوصل واحد المكان فيه واحد البولة ديال النيلو خضراء كبيرة شادة من راس التقويسة حتى راس التقويسة، يسميه العلم الأخضر. وفي الأرض أيضا دايرين له علامة ديال الرخام، بلي راك وصلت واحد المنطقة اللي خصك تجري فيها، يعني واحد المسافة بضعة أمتار تشد فيها شدة على قدر طاقتك وعلى حالة وضع الزحام. يعني يمكن تلقى بنادم خفيف تجري شوية، وكاين الناس كيجريو تجري مع الناس، لقيت الزحام شديد يعني كدير عاود ديك الحركة ديال كأنك تجري، كأنك تشد شدا حتى توصل عاود ديك البولة الخضراء ديال النيل أخرى ثانية توقف. ما كنقصدش توقف، ولكن كنقصد يعني تقطع داك الجري وتسعى وتبقى غادي عاود بشكل عادي وأنت غادي وأنت كتذكر الله تعالى. هاجر أم إسماعيل
هكذا كانت كدير، يعني هذه السنة اللي خلاها الله تعالى باش كان نحييه، هذه السنة ديال سيدنا إبراهيم وأم إسماعيل هاجر عليهم الصلاة والسلام إجمعين، لما كان الولد ديالها في الصحن ديال المسجد الحرام، يعني إسماعيل كي يدحس برجليه بالعطش، هي كتجري بين دوك جوج جبال، كتطلع للصفا هي الأولى وتطل تشوف بين الجبال وفي البطاح والوديان واش جاي شي حد اللي يعطيها المال ولدها، ما تلقاش يتعود تهبط، يعني كتشوف ديك الحجرة الأخرى هي اللي قريبة ليها اللي هي المروة، تهبط وتبقى غادي توصل ديك الموضع تجري، عاود تشدو شدن تجري حتى باش كتلقى القوة باش تطلع في الحجرة الأخرى، وتطلع وتشوف ما كتلقى والو وتعاود ترجع، وهكذا حتى أذن الله بالفرج، فانفجرت عين زمزم بين قدمي إسماعيل عليه السلام اللي بقي إلى الآن المسلمين كيشربوا منها، لا ينضب ماؤها أبدا، شفاء وغذاء أيضا كما ثبت أيضا في الحديث، يعني مغذية سبحان الله فيها معادن مغذية، وفعلا يعني ديك شي غريب ديال الماء اللي كيخرج فيها سبحان الله العظيم. انا شفت الدراسه ديالها للجيولوجيه في جامعه ام القرى في مكه عند اساتذه الجيولوجيين مبينين لهم كيفاش داك المخروط ديالها داير، وشي عيون فيها سبحان الله بحال القوادس، نيشان ماشي شي عيون صغار، فيها العيون الصغار ولكن فيها واحد جوج ديال العيون سبحان الله بحال القوادس. وكيقولوا هما هذوك الاساتذه بانه ملي كيكون موسم الحج كتجهد، يعني سبحان الله يعني شيء غريب جدا، يعني المسجد الحرام لا ينقطع عنه الناس 24 ساعة على طيلة السنة بندم فيه، ما كاينش شي لحظة ولا شي تانية اللي تقول غادي تجي وتلقى الطواف، ما كاينش شيء بالليل ولا بالنهار اللي يجيك لخيالك، ولكن الحج داك الشيء كيكون يعني كبير بزاف، فكتولي سبحان الله هذيك العيون كتكب الماء بواحد الشكل أضعاف مضاعفة، وهذا فعلا من معجزات الرحمن نؤمن به، نحن مسلمون مؤمنون نؤمن به لأنه هذيك ماء ربانية روحانية لا شك في ذلك. فالإنسان إذن هو في المسعى، احنا ذكرنا القصة ديال أم هاجر هذا السبب علاش كاين هذا المسعى، فإذن كيدير الشوط الأول ذهاب، الشوط الثاني إياب، الآن كنتكلم على الحساب، عندنا سبعة من الصفا إلى المروة كتقولها واحد، العودة يعني الرجوع من المروة للصفا ها اثنين، فإذن بهذا الحساب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، السبعة المفروض تجيبك في المروة، إذا يعني ما جابتكش في المروة راك غلط في الحساب، راك إما زيد ولا نقص، والحمد لله هذا الشيء يعني ما كيوقعش يعني كثير، علاش؟ لانه الناس عاده كيحجوا جماعات يعني كنمارسوا الشعائر يعني 5 6 7 ديال الناس باش كيتعاونوا في الضبط، يمكن واحد ينسى وجوج ينسى ولكن 5 6 7 ديال الناس ما كينساوش باذن الله جل وعلا، فاذا كنتعاونوا في هذا الامر هذا تمشيو بالجماعه ما يمشيش الانسان بوحده فقط، فلما كيكمل السعي ديالو بين الصفا والمروه ويصدق يعني انهى شواطه عند المروه، هذه اللحظه هذه كيخرج من واحد الباب راه كاين ثلاثة البيبان على الأقل تما، واحد في الوسط وجوج واحد على اليمين واحد على الشمال، كيخرج في واحد الكودية لبرا خارج المسجد غيلقى الحلاقة كيحسنوا، الرجل يحلق الراس ديالو إلا هو داير الحج، يعني تابعوا الحج وحنا غاديين الحج بإذن الله عز وجل، لأن حنا كنتكلموا الآن في الأصل العمرة اللي غاديين الحج في التمتع، من الأحسن ما يحلق شي الراس ديالو بمعنى ما يكرطوش غير يخفوا، يعني فقط يقصر الشعر ديالو لان مازال يحتاج شعره باش يعاود يكرطو في الحج باش يدير الحلق، ولا حلقه ولا باس به ماشي مشكل لان كلهم كاينين في السنه، غير مزيان يدير الانسان هذه وهذه باش يستفد من الامرين معا، قاله بعض العلماء وهو كلام حسن. اما بالنسبه للمراه فانما عليها التقصير، طبعا ما كتحلقش الراس ديالها ما كتكرطش الراس ديالها لا قدر الله، ولكن تقصر منه قال العلماء كما هو في الحديث قيد امناه، يعني بحال هاد طريف ديال الصبع ديالنا الراس ديال الصبع يعني شويه، انما حتى تمشي للفندق ماشي تما، يعني بعض العيالات مع الاسف تلاحظوا بعض الدوائر المشيه هذه كيبداو يعريو تما الضفاير ديالهم ويقطعوا، لا ابدا المراه الشعر ديالها راه عوره، تمشي للفندق ديالها والزوج ديالها ولا ولدها ولا صاحبتها ولا اختها تقطع لها قيد انمله وانتهى الامر. اذا بحلق الراس او بتقصيره بالنسبه للرجل على وزان ما هو مشروع للرجل، وبالنسبه للمراه على وزان ما هو مشروع للمراه كما بينت وفصلت قبل قليل، يكون الانسان رجلا او امراه قد تحلل من أعمال العمرة، يعني راه تسالت العمرة واللي داير التمتع راه ولا حر ديال راسو، صافي الرجل كيمشي يحيد دوك الفاط ويتحمم مع راسو وينظف الجسم ديالو ويلبس اللباس ديالو الطبيعي، صافي والمرأة كذلك، ويجوز آنئذ كل شيء للرجل والمرأة حتى الجماع، لأنه معروف بأنه من الأعمال التي لا تجوز للحاج والحاجة الجماع، لا في اللحظة ديال الإحلال تحلل ما بين العمرة والحج، ما بين العمرة والحج، يعني ديك الأيام اللي عندك قبل 8 ديال الحجة اللي كلها راحة، كنقصد راحة من يعني من تكاليف ديال الإحرام، وإلا راه كاينة الخدمة أخرى، كاينة الصلوات الخمس، كاين العبادة بصفة عامة، كاين طواف التطوع،
فكل ذلك ما معاه شي قيود اخرى. فمثلا يعني المحرم ما خصوش يقلل من الاظافر ديالو، ديك الساعه يقلل من الاظافر ديالو، ما خصوش يحسن شعره، يمكن له يحسن شعره، ما خصوش يدير الريحه يتعطر، رجل او امراه ديك الساعه يمكن له يدير الريحه، طبعا المراه ما عندهاش الحق دير الريحه اللي تخرج بها الزنقه، ما خصوش يقتل الحشرات من الجسم ديالو كالقملي او البرغوث او شيء، ديك الساعه يمكن له يقتل هذوك الحشرات، يلقي التفاس اي الوسخ. يعني فهو اذا في حل من امره، بحال راه هنا تقريبا ما عندوش مشكل. إذن العمل اللي عندك في هذه الأيام هذه ديال الراحة أو ديال التمتع، لأن هذا هو التمتع، هذه المتعة، متعة ديال الراحة والاسترواح من تكاليف الإحرام. الخدمة اللي عندك هي الصلوات الخمس، بنادم يكون كيس فطين ما يضيع شيء الصلوات الخمس في المسجد الحرام، رجال ونساء. أنا شحال من واحد كيسمعوك كي يقولوا دي مكة كلها حرام والجمع اللي صليت فيه، لا ماشي صحيح. المسجد الحرام وحده له صفة التضاعف والمضاعفة في الأجر، يعني هذيك 100,000 صلاه راه ما كاينه الا المسجد الحرام. الا صليت في جامعه اخرى في مكه ما عندكش، عندك الصلاه بحال صليتها في مكناس كيف كيف، لكن الصلاه اذا صليتها في المسجد الحرام مع الجماعه ديال المسجد الحرام. علاش كنقول مع الجماعه ديال المسجد الحرام؟ لان بعض الحين كتلقى الجامع عامر، بعض الحين لسبب من الاسباب كيجي انسان متاخر صافي كيلقى البيبان تسدوا، ماشي تسدوا ولكن تسدوا بنادم، فاذن كتلقى الصفوف في الزنقه وفي الساحات العموميه وقدام الحوانت، شد الصف مع الناس ان شاء الله حتى في ديك اللحظه واخا راك خارج السور ديال المسجد فلك اجر من صلى داخل المسجد. اللهم الا بنادم يعني عجبو يصلي على برا بالعجز الجامع خاوي وجلس على برا، هذا كلام اخر وهو لا يصح فعلا. لكن مادام ان الموضع عمر فين ما جا الصف راك في الحرام وراك في الجماعه ديال المسجد الحرام ان شاء الله الرحمن الرحيم، وراه ب 100,000 صلاه باذن الله. انا اذن كنبقاو اذا على هذه الوضعيه حتى الثمانيه ديال الحجه، الليله ديال غدا 8 ديال الحج، راه كيخبروكم الوكالات ديال الحج والوزاره الناس اللي مسؤولين كيقول لكم اذا غدا تهيئوا راسكم للحج. دابا عاد غادي يبدا الحج، انا هادشي كله اللي درنا عمره مقدمه ديال الحج، الان غادي يبداو الحج. الانسان الرجال والنساء بحال بحال عاود يديروا عمليه ديال الاغتسال والتطهر وينظف الانسان الجسم ديالو تهيئا لاعمال الحج. سنه باش تنظف الانسان ومحتاج يتنظف فعلا، لان اعمال الحج فيها خدمه، كاين الشمس كاين العرق كاين الخدمه كاين الغبار، فالانسان كيهيئ البدن ديالو من البدايه كانها نوع من الحكمه، ولكن السنه هكا دايره. بعد صلاه الفجر ديال 8 ديال الحجه كتصلي الفجر في المسجد الحرام مع الناس، من بعد الصلاه ديال الفجر راه غادي يهزوكم في الكيران باش يديكم لمينا، يعني في ذاك الصباح الصباح ديال 8 ديال الحجه تلبي بالحج، غادي تدخل بالاحرام ديال الحج، غادي تحيد عاود الملابس ديالك بالنسبه للرجال الجلال والقنادر يعني المخيط والمحيط، وتلبس عاود دوك الفاط اللي كانوا عندك من قبل، الرداء على كتفيك ونصفك الاعلى والمئزر او الازار على نصفك الادنى، وتشد بالمنطقه وتقول انا اذن لبيك اللهم حجه، هذه ماشي العمره هذا الحج، وهذا الركن الاول من اركان الحج، يعني هاد النية اللي كتعبر عنها بهذه التلبية هي الركن الأول من أركان الحج. كملنا العمرة، الركن الأول من أركان الحج لبيك اللهم حجة، اللي غادي يحج على شي واحد بالنيابة باه مو خوه أو أي واحد اللي مكلفه أو هو يعني من راسه بغي يحج عليه كيسميه يقول لبيك اللهم عن والدتي، يمكن له يقول تسميتها إن شاء إلا بغى، لبيك اللهم عن أخي فلان، لبيك اللهم عن والدي فلان، لبيك اللهم عن أخي أو أختي أو عمي أو جدي أو جدتي فلانة، وتسمي وتبدا بالتلبية عاود بعد ذلك العادية مباشرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من شرط النيابة أن الإنسان يكون حج الحجة ديال راسه، لا يجوز أن الإنسان ما عمره ما حج وغادي يحج دابا بالنيابه على شي واحد. واحد الصحابي لبى حدا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال لبيك اللهم عن شبرومه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شبرومه؟ قال له اخي، يعني كينوب عليه، قال له هل حججت عن نفسك؟ قال له لا، قال له حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرومه، حج على راسك دابا هذا العام وعام اخر ان شاء الله او بعده حسب التيسير حج على اخوك او على ابك او على امك. لكن اذا كان قد سبق لك حج فعلا لذاتك يمكن لك تحج على اللي بغيت بالنيابه، وقلنا الشرط في ذلك الاهلال بتسميه النيابه، لبيك اللهم عن والدتي فلانه وتنطلق، ولا على راسك كتقول غير لبيك اللهم حجه، راه غاديه لراسك لانه ربي تعالى عرف شنو في نيتك وهذه السنه ديال الصيغه.
فإذن من بعد مباشرة نرى إما أنكم كتركبوا أو الكيران واجدين أو مهم راك في سياق السفر كتسافروا لمينا بضع كيلومترات ماشي بعيد الحال ولكن شي حاجة بضع كيلومترات إلى مينا ياخذوكم بالحافلات أنت غادي في الحافلة رجال ونساء لبيك اللهم لبيك لبيك لا تبدأوا التربية من جديد ديك التربية اللي قطعناها بالدخول إلى مكة نبدأها بالخروج من مكة احنا خارجين مكة وغادين عند مولانا الكريم سبحانه اللي نادانا إلى ميناء وإلى عرفات وإلى مزدلفة احنا غادين عنده سبحانه وتعالى بالتلبية أي نستجيب ونؤدي هذا التعبير النبوي اللي فيه نوع من الطاعة والعبادة والأدب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تتوصل ميناء ومني توصل ميناء ما تقطعش التلبية إنما راه يمكن لك ترتاح ترتاح باش تنزل ترتاح يعني الراحة مفتوحة ومحيط تعيا سكت ولكن ملي تلقى عاود جد استأنف التلبية غادي تلاحظوا واحد الملاحظة عند الناس في ميناء ما كيلبيوش هذا من السنة التي تركها الناس قليل تسمع شي ثلاثة أربعة الناس كيبداو يلبيو في وسط ميناء لا خص التلبية تكون في ميناء هذاك النهار ديال 8 كله تلبية كله تلبية لا تنقطع التلبية وتبقى التلبية حتى العرفة وتبقى التلبية حتى المزدلفة ما تنقطع التلبية حتى النهار 10 ذي الحجة اللي كترجع لمينا باش ترمي جمرة العقبة ديال نهار العيد تما كتقطع التلبية أما ما قبل رمي جمرة العقبة كل تلبية لبي وارتاح لبي وارتاح بالليل وبالنهار سواء إذن هذا الوقت كله تلبية انت في مينا الآن راح يحطكم في الخيام لأن مينا فيها غير الخيام يحطكم في الخيام الأعمال الأساسية عندك من هذا نهار 8 الفجر اللي هو الصبح راك صليتو في مكة باقي قدامك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم غادي تصليهم في مينا يمكن لك تصلي في الخيمة ديالك ولكن كاين واحد الجامع تما مهم مزيان تمشي تصلي فيه سميتو مسجد الخيف مسجد الخيف راه باين جامع متوسط الحجم وفيه 4 ديال الصمعات على الطريقة ديال المشارقة كيديروا المآذين كتار هو كاين في اتجاه ديال الجمرات في الجهه فاش كيرجموا ديك الجمرات داك الاتجاه راه يبان يعني لانه الجمع ما خافي شيء دونه الخيام ما كيغطيو شيء الجمع فالصوامع باينه المآذين طويله اذا سير للجمع مزيان تشوف هذا الجمع هذا فيه سير اش من سر في هذا الجمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح على مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيئا هذا جمع مبارك يعني 70 نبيئا من الانبياء السابقين وأغلبهم قطعا من بني إسرائيل لأنهم اللي كان عندهم الأنبياء أكثر من بني إسرائيل يعني الأنبياء سيدنا داود سيدنا موسى سيدنا عيسى يعني أنبياء بني إسرائيل معروفين يعني يحيى زكريا كلهم هذوك يتسمون ممن علمنا أسمهم أو لم نعلم أسمهم وهذه العبارة ديال 70 في العربية يعني أحيانا كتدل على العدد من 1 حتى 70 وأحيانا كتدل على الكثرة فقد يراد بهذا الحديث الكثرة يعني 70 نبيا ربما يكون 300 ماشي غير 70 ولكن قال 70 للتكثير فمزيان المسلم يعني على حسب الطاقة ديالو يصلي في هذا المسجد هذيك الصلوات الأربع اللي باقية لأن الخمسة اللي الفجر صلاة في مكة بعدها فإن لم يستطع ما كاين بس يصلي في الخيمة ديالو لا بأس بذلك لكن من الأشياء اللي مهمة الآن هذه من باب يعني النصيحة والمعرفة إذا عرفها بنادم حسن ما عرفهاش راه ما كاين بس يعني ماشي شي حاجه اللي ضروري يديرها ولكن مزيان غادي تمشي تشوف الجمرات كيفاش دايرين يعني داك الموضع اللي كترجم فيهم سير شوفوا ما كاين رجيم في 8 لا ما كاينش ولكن تما كاين تما غادي يكون في نهار 10 رميت جمره العقبه ونهار 11 12 13 ايام التشريق الثلاثه تما غادي يكون وهذيك ايام التشريق وخاصه النهار 10 كاين زحام شديد فباش تعرف كي دايره الجغرافيه ديال البيئه والوضعيه ديال الجمرات سير شوفها في داك نهار 8 ما عندك ما دير ما عندك شغل سير شوفها خاويه ما كاين حد فعلا تلقى ثلاثه اربعه الناس كيتساراو كيشوفوا سير شوفها فشنو هي بحال شي جفنه واحد الحوض الاول وحده واحد الحوض ثاني وحده حوض ثالث هما ثلاثه ديال الحفاري وفي وسط الحفره مفرغه بالبطون بالسيما مفرغه يعني بحال شي جفنه كبيره في وسطها واحد ساريه واحد العمود الحجر مبني بالحجر ساريه طويله عاليه ولذلك طولوها باش داروا لها السفلي ديالها وداروا لها فوقي يعني واحد القنطره من الفوق كيطلع الانسان عاود كيطل من الفوق فكيلقى حوض بنينه من الفوق الى مثل حجره تما كتهبط حتى الحوض التحتاني باش لما كيكون الزحام شي كيرجم لتحت شي كيطلع يرجم لفوق باش كيسهلوا على الناس وهو شيء حسن فعلا إذن عندك الاولى اللي على مسجد الخيف الى حسبنا بهذا الشكل هكذا راك دابا في مينا ومسجد الخيف ها هو وحدك يعني الاولى اللي على مسجد الخيف والثانيه اللي هي الوسطانيه والثالثه اللي هي الجهه مكه
هذاك الاتجاه ديال مكة هي اللي كتسمى جمرة العقبة، وهي اللي غادي ترجمها نهار العيد نهار 10، نهار 10 كترجمو غير وحده هذيك الطرفانيه بمره لجهه مكه، كتعطي الظهر ديالك لمسجد الخيف وتخلي الاولى لا، وتخلي الثانيه لا، وتخلي الثالثه هي اللي عندك بها الغرض نهار العيد، الاخرين حتى نهار 11 و12 و13 بالنسبه اللي بغى يزيد 13. اذا كتعرف البيئه وتعرف الموضع كيفاش غادي دير. فهذه مجرد معي ما ترجم والو دابا، هذا راه نهار 8، غدا سميتو تسعود. تسعود هو الوقوف بعرفه، الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج، وفي الحديث الحج عرفه. علاش قال الحج عرفه؟ كيقول لك ودي ما عنده وقت، الى فلت لك مشى، ما فيه شيء اتساع، لان الطواف عندك الشهر كامل، طواف طواف الافاضه يعني مزيان يكون نهار 10، وإلا ما درتوش نهار 10 لا باس بذلك، ما فيه لا فديه ولا وقت تاخر، عندك شهر كامل كل ذي الحجه يمكن لك دير طواف الافاضه، ولما دير طواف الافاضه عندك السعي بين الصفا والمروه، فاذا عندك الوقت، الاركان كلها عندك الوقت ما عدا النيه اللي خصها تكون لهيه في الميقات. وعرفه، عرفه عندك نهار تسعود، لا قدر الله اللي فلت له نهار تسعود ضاع له الحج ديالو. والحمد لله يعني الانسان عاده راه كيكون مع الجماعه ما غادي شيء، ان بعض الناس كيكون فيهم شويه ديال يعني الفضول، خاصه يعني بنادم اللي ما قاريش كيمشي بدا يتسارى بوحده ولا شي حاجه يتوضر، كيصدق لاقي راسو في مكه ونهار تسعود مشى له الحج. نهار تسعود خصو يجيبك في عرفه، وخاصه النصف الاخير من النهار، يعني من العصر حتى المغرب خص تغرب عليك الشمس ديال نهار تسعود في الوطية ديال عرفة. إذا مشي غربت عليك الشمس نهار تسعود في شي موضع آخر اللي ماشي هو عرفة، الحج العام الجاي. ولذلك قال الحج عرفة، بحال كيقول لك ردوا البال لعرفة. ولهذا أيضا يعني ذكرت بأنه الإنسان ملي كيصبح النهار ديال تسعود راه كتجي يعني الجهة اللي مسؤولة عليكم كتعزكم بالحافلات، راه الأمور منظمة، كتركبوا وتنطلقوا لعرفة. كتكون صليت الفجر الصبح والفجر، يعني الفجر الصلاة الأولى الفريضة الأولى بنافلتها، كتكون صليتها في مينا نهار تسعود في مينا، ومع يعني بداية النهار راه كيهزكم باش تمشيو لعرفة. إذا كيبقى قدامك في عرفة الظهر والعصر، المغرب والعشاء ما غتصليهم شي في عرفة، عندك غير الظهر والعصر. كاين واحد المسجد تما في الحدود ديال عرفة، يعني شد على عرفة نيشان، يعني شنو هي عرفة؟ هي واحد البطحة، واحد الوطية كبيرة تنتهي بجبال، من بينها ذاك الجبل اللي كيتسمى جبل الرحمة، فيه واحد الصخرة كبيرة طايحة في الأرض، تما وقف النبي صلى الله عليه وسلم نهار عرفة، حدا هذيك الحجرة، كتسمى يعني الصخرة، والجبل كيتسمى جبل الرحمة. قلت إذا هذه الوطية تنتهي بمسجد، سميتو مسجد نميرة، مسجد نميرة، راه الإمام تما كيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين في ركعتين كيقصر الصلاة وبالجمع، وكيخطب واحد الخطبة. فبالنسبة اللي قدر يوصل تما يصلي مع الإمام شيء حسن، ويسمع الخطبة ديال الإمام، ما قدر شيء لتعابين في بدنه أو لمرض لا قدر الله أو لأي علة من العلل، واخا يكون غير التعب يجلس في الخيمة ديالو ويصلي الظهر والعصر تما جمعا وقصرا بلا خطبة بلا حتى شي حاجة ولا بأس بذلك. لكن اللي قادر وما عنده شيء مسؤوليات كثيرة، ما متبعش معاه شي يعني واحد العدد الناس أو مسؤول بعيالات أو كذا إلى آخره، يعني وهو بوحده مزيان يمشي تما، أو إذا كانت مرة قوية يعني يمكن لها تمشي تمشي، راه كاين المحل ديال النساء ويصليوا كاملين في مسجد نميرة إذا استطاعوا لذلك سبيلا. جمع تقديم طبعا، لأنه كيصليوا في الوقت ديال الظهر، كيصليوا في الوقت ديال الظهر كيصليوا معاه العصر، جمع تقديم نعم. فإذا حصل ذلك التجأ للخيمة ديالك، ما تجلسوا شيء في الشمس، خاصة إذا كان النهار مشمس، لأنك راك محتاج لصحتك، مازال عندك الخدمة في نهار عرفة نص نهار التالي، وغادي تحتاج الخدمة في مزدلفة، ومازال تحتاج الخدمة في مينا فرمي جمرة العقبة، ومازال باقي خدمة، مازال طواف الإفاضة، مازال كل شيء. ولذلك بنادم ما يبقاش يعني يغامر بالشمس، الشمس ديالهم صعيبة حارة سبحان الله العظيم. فلذلك بنادم يحتاط، يعني احتاط على الصحه ديالو، والكمال على الله، ربي تعالى هو اللي كيحفظ، انما يصير يدير عوده اسباب ديال الصحه وما يكونش متهور، فيمشي للخيمه ديالو يستريح. والخيام عاده كيديروا مكيفه، يعني فيهم كليماتيزور مزيانين الحمد لله، فاذا كيجلس في الخيمه ديالو حتى لديك الوقت يعني كيبرد الحال شويه وتولي الشمس رطبه، يعني الوقت اللي كيسميوه الاصيل، يمكن له يخرج، يمكن له يجلس في الخيمه يدير يعني الوقفه ديال عرفه، يمكن له في الخيمه، يمكن له يخرج، الا قدر يخرج يعني والشمس ديك الساعه ما كضرش بيدي الله عز وجل، بغى يمشي لذاك المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او يقرب له مزيان، انما راه كيكون فيه الزحام شديد جدا، الزحام ما يدخلوش بنادم، كاين الشجر، هذا شي شجرات يعني هما قلال ولكن موجودين في كل موضع، يمكن الانسان يوقف تحت واحد الشجره ويستقبل القبله،
يستقبل القبلة ويهز يديه على طريقة الابتهال، لأن كاين الدعاء كالابتهال، الدعاء أن ترفع يديك حذو من كيبيك هكذا، والابتهال أن تمدهما. هذا في الحديث صحيح، المسألة أن ترفع يديك حذو من كيبيك، والابتهال أن تمدهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهار دعا ربه مبتهلا، أي رفع يديه بل مدهما مدا عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا على ناقته، كان راكب على الناقة ديالو وهز يديه وشد الجم ديال الناقة بواحد اليد، وهو يدعو ربه مستغرق في الدعاء حتى سقط زمام أو لجام الناقة من يديه. ذاك الجم ديال الناقة طاح من يده، من اللي طاح خلى واحد اليد مزوزة، وديك اليد الأخرى هبطها شد الجم ديال الناقة وعاد هز يديه. هذا دل على الحرص ديال النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى رفع يديه ومدهما مدا، وهو يسأل الله جل وعلا من فضله وكرمه عشية عرفة. هذاك الجبل اللي تما كيتزحموا عليه الناس يطلعوا، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما طلع على هذاك الجبل، غير كيتزحموا عليه الناس ويموتوا فيه لا اقل ولا اكثر، ما عنده حتى شي قيمه هذاك طلوع الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ماشي على رجليه، على الجمل، والجمل ما كيطلعش على الجبل، الى جانب الصخره. الصخره يعني من بكري يعلم الله اش من سنه باش تكون طحت من راس الجبل، تكركبت كما معروف عفوا من التعريه وهبطت لتحت، واحد الصخره ضخمه حداها وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يجي للطرف ديال المكان في ظل ويوقف، ولكن قلت توجه للقبلة. القبله فين جايه؟ في عرفه، جايه في اتجاه الغروب، لانه ديرها الكعبه، ما ديروش الميزان ديال المغرب، ديما حنا القبله عندنا في الشرق، لا تما راك وصلت الكعبه وفتها ليه، فتها ليه، اذا راه عرفه من الكعبه ليه. دابا الانسان اللي راه في عرفه راه وصل دابا باتجاه من المغرب، يعني راه وصل الكعبه وفات الكعبه للجهه الاخرى باتجاه المشرق. فاذا فت الكعبه باتجاه المشرق القبله غتولي عندك في المغرب، فهذا هو اللي وقع، لا في مينا ولا في مزدلفه ولا في عرفه، القبله في اتجاه الغروب. يعني تقدر يعني بنادم تما ما عارف شايف القبله كذا الاخير، يمكن لك تسول سهل بسيط جدا، مسجدنا ميرا راه قدامك باين الهندسه ديالو الاتجاه ديالو للغروب، فتشد غير الاتجاه ديال مسجدنا ميرا، واخا يقدر يكون بعيد عليك كاع راه من بعد كيبان لك، كيبان لك الاتجاه ديالو. فباختصار اذا كتشد الاتجاه، والناس راه عارفين الاتجاه ديالهم للغروب اي القبله، باذن الله ما غاديش تغلط، غير تشوف الاتجاه ديال الناس كيفاش دايرين ودير بحالهم، فتتجهون نحو القبله وتسال الله من فضل الدنيا وفضل الاخره وحاجاتك جميعا حتى تغرب الشمس. تتشوف الشمس بعينك راها كتنزل كتنزل حتى تدوب بتاتا، يعني الوقت ديال المغرب ديال صلاة المغرب تما كتنتهي الوقفة ديال عرفة. ومعروف بأنه ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لأهل عرفة، يعني كيقول الملائكة أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. أي واحد طلب شي حاجة في عرفة ربي تعالى كيعطيها له، وقد ثبت هذا في أحاديث كما ذكرت كثيرة. من بعد ما كتكمل الوقفة ديال عرفة مباشرة ترجع للكار ديالك والجماعة ديالك، ولذلك من الأحسن ما تبعدش بعيد بزاف على الخيمة ديالك، أن الناس راه كيتجلاو واخا قاري، لأنهم مكان متشابه متشابه، بحال هاد الخيمة بحال هاد الخيمة بحال هاد الكار بحال هاد الكار، يعني راه كيوقع مشكل. وبنادم إلا ما عندوش القدرة باش يمشي على رجليه والصحة عيانة ما خصوش يغامر، مازال بعد اللي باقي صحيح حتى لهرب الكار سير على رجليك، من المعقول لأنه مزدلفة قريبة، ولكن الناس كيمشيو على رجليهم كيروحوا، كاين الطريق واحد لابيست دايرين لها الضواء وبروجيكتورات كبار، والشباب غاديين فيها على رجليهم، يعني واحد ما يكملش شي ساعة المكان حتى يوصل، ربما أقل من ساعة 45 دقيقة 40 دقيقة يوصلوا مزدلفة، وبالليل يعني ما كاين لا شمس لا والو. لكن الإنسان اللي ما يقدرش يمشي على رجليه يعني ما يغامرش نهائيا، يعني يبقى قريب من الكار ديالو في الوقفة، ما يبعدش بزاف باش يعرف غير يكمل يعرفها الجماعة كاينة، لأن من بعد المغرب مباشرة كتقلع الحركة ديال الدفع إلى مزدلفة، كيروحوا الناس لمزدلفة، أتركب مع الجماعة ديالك وتمشي لمزدلفة. مزدلفة هي حتى هي واحد الوطيئة بطحاء بين جبلين كتباتوا فيها، راك ما مصليش المغرب لأن المغرب ودنات عليك في عرفة، ما مصليهاش وما خصكش تصلي في عرفة، لأن السنة أن الشخص أخرها دار جمعة خير تقريبا ما غادي توصل مزدلفة مع الزحام والكيران، كيمشيو غير بالخطوة بالخطوة، يمشي شوية وقف لأن كار حدا كار، ما كيوصلوا الناس حتى كدوز العشاء، غير توصل مزدلفة هذيك الوطية غادي تنزل وتصلي المغرب والعشاء جمعا جمعة خير، المغرب والعشاء. كاين تما واحد المسجد بعيد مشعر الحرام، لكن يعني باش ما يتلفش بنادم هكذا يصلي مع الجماعه ديالو، ديروا جماعات جماعات وصلوا المغرب والعشاء جمعه خير. تما اشنو باقي الخدمه؟ النعاس، بنادم مزيان ينعس بكري لان غدا كاينه الخدمه، ومزيان تفيق بكري لان كاين الوقفه ديال المشعر الحرام في الفجر. فاذا الانسان ينعس في هذيك الوطيه تما، يمكن ينعس الكار ديالو يمكن له ينعس في الوطيه لا باس بذلك كله، والصباح كينوض يصلي النافله ديال الفجر ويصلي الفريضه ويشد اتجاه طبعا القبله، راه صلى اتجاه القبله، وراه كاين واحد الجامع تما مسجد المشعر الحرام
لتذكر في القرآن الكريم، لأنه المشعر الحرام كانت عبارة عن كدية وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كتوقف في اتجاه ديالها واخا توقف في الكار ديالك فوسطو وانت جالس وترفع عود يديك بحال داكشي اللي درت في عرفة. كاين واحد الدعاء، يعني كاين لحظة ديال الدعاء، طلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة في المشعر الحرام. فإذا هذه الوقفة في المشعر الحرام مهمة. إذا كان شي واحد مريض لا قدر الله عيان كذا يمكن له يمشي من الليل، والنساء وكذا، ولكن عادة الإنسان يعني كنقول يعني في الحقيقة اللي مريض ولا شي حاجة، ما عادة الإنسان ما عنده ما فينا يمشي، يمشي لمينا بحال مينا بحال تما يعني وطيا وطيا. مع ذلك شي حالة اضطرارية فعلا اللي محتاج يمشي لمكة لا قدر الله مستشفى وكذا، راه لا بأس يمكن له ما يبات شي الليلة تما. ولكن إذا ما عنده حتى شي عذر في الحقيقة خصو يبات تما، لأن المبيت تما يعني أقل ما يتقال فيه أنه سنة مؤكدة، وبعضهم قال هو واجب، وهذا هو الراجح فعلا خصو يبات تما. فالصباح يقبض الطريق إذن مع الناس المينا، كنرجعوا للموضع اللي كنا فيه في نهار 8 ديال الحجة، مينا اللي فيه الرجيم. أول خدمة عندنا كنوصلوا لمينا مع الضحى، مع الضحى أول خدمة عندنا رمي جمرات العقبة. هاد رمي جمرات العقبة اللي قلنا هي الثالثة في اتجاه، إذا كنت مجيد الخيف الأولى كتخليها، الثانية كتخليها، الثالثة في اتجاه القبلة، الثالثة في اتجاه القبلة أي في اتجاه الكعبة، اتجاه الغروب، اتجاه الكعبة الثالثة، كترميها بسبعة ديال الحصيات، يعني قد الحمصة، كل حجرة قد الحمصة أو قد الفولة، بين الحمصة وبين الفولة، يعني واحد الحجيرة متوسطة صغيرة يعني كالحدف. فكترمي سبعة في هذاك الحوض. الشكل ديال الرمي كدير مكة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، لأنه دابا هي حوض يمكن لك ترميها من أي جهة. أحسن الجهات اللي هي يعني السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون بالشكل اللي القبلة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، فما كاينش شي وضعية أخرى اللي تكون يعني فيها نفس الأوصاف وراك في نفس المكان، لأن إما تمشي في الجهة الأخرى غيولي مسجد الخيف على ظهرك، ما خصوش يجي على ظهرك، لا يجي على يمينك، أو يجي مسجد الخيف قدامك لا ما يجيش قدامك، خصو يجي على يمينك، والكعبة على يسرك، الكعبة هي القبلة هي الغروب على يسرك. إذن راك ترميها كلها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كل مرة كترمي تكبر الله الله أكبر، وراه هذه المدة كلها اللي كنحكي عليها فيها التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكيمكن لك تلبي لما تكمل الرجم كتقطع التلبية، هنا كتنقطع التلبية ديال الحج، يعني برمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، تلبية الحجي، تلبية العمرة قلنا كتنقطع بالدخول إلى مكة، تلبية الحجي تبتدئ بالخروج من مكة وتنقطع وتنتهي برمي جمرة العقبة، كتكمل التلبية ديك لبيك اللهم لبيك، وسائر الأيام لا عرفة لا مزدلفة لا مينا الأولى ديال 8 كلها وقت ديال التلبية. أنا إيدين بعد ما كتري هاد جمرة العقبة كتتجه للقبلة، إيش معناتك كتتجه للقبلة؟ هذاك الحوض اللي قدامك كتفوتو وتعطيه بالظهر، الا عطيتو بالظهر يعني وداك اللي الجهه ديالي منك استقبلتها، اذا ماك شديت القبله هز يديك وطلب الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخره وسير. اذا كان الزحام ما توقفش، لان لو وقفت راه يزطبوا عليك الناس، سير سير انت غادي وانت تطلب الله تعالى حتى لخيمتك. طيب الوقت المفضل لرمي جمره العقبه اللي هي ديال 10 ذي الحجة نهار العيد، الوقت المفضل فعلا هو ما قبل الزوال، يعني من الضحى من الضحى حتى الظهر، لكن معروف ومشهور بأن هذا الوقت خطير بالزحام، راه 4 مليون ديال الحجاج هادي، وما هي إلا حفرة يتجمع عليها 4 مليون، شي كيقتل شي، هنا كيموتوا الناس بالزحام. ولذلك أنا إلا لقيت الزحام شديد ما نرمي شي في الضحى ولا قبل الظهر، سير في حالك حتى تصلي الظهر واجي، إلا صليت الظهر وجيت لهاد الجمرة هادي ما تلقى فيها حتى واحد، كنقول حتى واحد بالمبالغة، يعني 5 6 7 الناس ما تلقى شي زحام قطعا، لأن كل شيء خصو يرميها في الضحى، وفعلا كتوقع المشاكل، لأن كل شيء بغى الوقت ديال السنة، هاد الوقت السنة إلا ولات فيه الموت كيولي بدعة، كيبقى شي سنة وخطير فعلا، لأنه من التحت أنا قلت لكم فيها التحت وفيها الفوق، التحت كيتخنقوا الناس لأنه مغطية بقنطرة، وهادي لا فلافر هادوك فلافر ما كيبقاو ياكلوا والو، هادو الملايين هادو ديال بنادم كيتخنقوا الناس، من الفوق واحد الوضعية أخطر من التحت، لأن شنو هو الفوق؟ الفوق عبارة عن قنطرة، وديك القنطرة فيها واحد السور صغير بالزحام الله يستر بنادم كيتهز ويطيح من السور ليه، عداد كيوقع لهم هاد المشكل هذا. ولذلك بنادم يخرج من اللي تجيو من مزدلفة صباح 10، حنا جايين من مزدلفة صباح 10 ندخلوا لمينا، غير نشوف الحالة ديال الجمرات في هذاك الزحام الكبير، نمشي للخيمة ديالي أرتاح
يحطوك في الخيمة ديالك فيها الظل فيها الكليماتيزور مكيف الهواء وارتاح مع راسك للضحى كل النهار كله حتى تصل الظهر. ممكن دير واحد الحلوة هو أن واحد يبدأ يمشي يطل مرة مرة ما يوصلش غير يشوف من الباب شافها خففت يعيط على الجماعة، ما خففت شيء بقاو تما في الخيمة حتى تصلي الظهر. صلي الظهر وسير ليها بإذن الله تلقى خفيفة جدا. عندك العشية من بعد العصر أيضا، عندك الليل أيضا، يعني اللي عنده شعور عنده حتى الليل، الليل أيضا، الليل بالقطع لن تجد فيها أحدا البتة. ولذلك واحد العداد ديال الناس كيجيبوا عيالاتهم حتى العشية، ما خصو شيء يتزاحم مع شي حد ولا يدفعوا شي حد ولا يدفعوا شي حد، حتى العشية برد الحال هذا هو جاي وكيرجمها. ومشروع، وهذا تقريبا يكاد يكون اتفاق العلماء قديما وحديثا، حيث يكون الزحام وحيث تكون الضرورة. وشرع الله واسع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن من اللي كترمي هذه الجمارة سواء رميتها الصباح أو في الظهر أو من بعد الظهر أو من بعد العصر أو حتى الليل، هذاك النهار نفرضوا راك رميتها يعني قبل غروب الشمس، هذاك النهار عندك أعمال بعد ذلك كتنوي باللي راك تذبح الهدي ديالك، لأنك أنت متمتع راه عليك الهدي، راك مخلصه، راه غير كتجي لمكة راه يعني دوك المسؤولين كيجمعوا الفلوس، ولا كتمشي لراسك تمشي للبنك راه كاينه كل الدنيا تما بناك كتخلص الهدي كيعطيك واحد التيكيت واحد الوريقه يعني احتفظ بها ضيعها ماشي مشكل. المهم انت عندك مع الله انك راك خلصت الهدي ديالك، هما فعلا كيلتزموا كيدبحوا، وبالتاكيد فعلا المملكه العربيه السعوديه كتذبحوا وداك اللحم كتعلبوا وتصيفطوا للدول اللي فيها المجاعات وفيها الكوارث، وهذه هي الغايه ديال هذاك الشيء انه فعلا خصو ينتفعوا به الفقراء والمساكين ويحصل فعلا، والنيابه صحيحه جائزه في مثل هذه الامور. فإذا كتنوي في نفسك راك في نهار 10 من بعد ما يعني رجمت جمرة العقبة راك ذبحت، من بعد ما كدير النية راك ذبحت كتمشي تحسن راسك. الرجل من الأحسن يكرر راسه هذه المرة الحلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال طوبى للحالقين ثلاث مرات، عاد قالهم في الرابعة والمقصرين، يعني مزيان بنادم يكرر ماشي غير ينقص من شعره. ما عدا إلا عنده شي إنسان شي ظروف ولا شي حاجة راه حتى التقصير جائز، يعني محلقين أو مقصرين كل ذلك صالح، ممكن كل واحد وظروف ديالو على كل حال، ولكن اللي بغى يعني يكون الذلة لله من أحسن يكرت راسه. المرأة أيضا هنايا ما كتحلق ما كتقطع شعرها، إنما عاود قيد أنمولة، كتقطع واحد طريف صغير من الشعر ديالها كما تكلمنا عليه مرة أخرى في العمرة. فبالنسبة للحاج الرجل كيقلع عاود دوك الفاط أي لباس الإحرام ينزعه ويلبس اللباس دياله العادي، هذا كيسميه التحلل الأصغر، يعني الآن صار في حل من كل شيء، يمكن له يدير الريحة يمكن له يعني يدير كل شيء ما عدا الجماع، فلا يزال محرما حتى يطوف طواف الإفاضة. قبل طواف الإفاضة لا يجوز الجماع، ولكن يكون التحلل الأصغر. طواف الإفاضة كيمكن له يديرو داك النهار ديال 10 وهو السنة، لكن إذا كان عنده شي ظرف معين لقى رسوعية أو فيه السخانة لا قدر الله أو شي من هذا القبيل أو أنه لقى الزحام شديد داك النهار في البيت وما قدرش يطوف يمكن له يأخره، لا بأس بذلك، يأخره يومين ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام، يعني ما حدو في شهر ذي الحجة وهو عنده الحق يعني يأخر الطواف ديال الإفاضة. وكذلك المرأة إلا لقات راسها حاضت مثلا طبعا ما غاديش دير طواف الإفاضة وغادي تسنى حتى طهر، أو يعني حتى عندها شعور من هذا الأعذار لقات الزحام بزاف أو يعني فيها تعب أو كذا من هذا القبيل. فإذا نهار 10 إذا بغى يدير الإنسان طواف الإفاضة أقول وهو حسن، هذيك راهي السنة فعلا، فإن كلهم إذا رجم بكري يعني قبل الظهر أو من بعد الظهر يمشي يروح لمكة ويدير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة بحال داك الشيء اللي بينا في العمرة ما كاين تفرق، إنما فيه حاجة واحدة ما فيه شيء الإضطباع ما يعري شيء كتفو ما فيه، وديك الجرية لا يرمون في الأشواط الثلاثة وإنما يسعى يعني كيمشي سبعة المرات، ومن بعد ما كيسعى سبعة المرات كيصلي مور مقام إبراهيم ويسلم على الحجر الأسود كالعادة ويشرب زمزم ويمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، لأنه لا يجوز الفصل بين طواف الإفاضة بين أي طواف، يعني لا طواف الإفاضة ولا طواف القدوم، بين طواف الإفاضة أو طواف العمرة وبين السعي بين الصفا والمروة، يعني تكمل هذا خصك تشد هذا، فيعتبرون يعني توالي الركنين واجبا، يعني هذا مع هذا باش يكونوا مترابطين هذا واجب. فإذا كيكمل الطواف كيمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، وهذا الشيء بيناه في العمرة حرفيا كيعاود يديروا في الحج، هو نفسه كيعاودوا. فإذا صنع ذلك فقد أنهى أعمال حجه ولم يبقى له إلا المبيت بمن ليالي التشريق،
عنده جوج النهارات جوج ليلات واجبين، ليله ديال 11 وليله ديال 12 و13 ان شاء بغى يزيد 13 مزيان، ما زاد شي 13 لا باس بذلك، لا باس بذلك. فاذا لما كمل حنا باقيين كل شيء هذه الخدمه ديال 10 ديال نهار العيد، كمل طواف الافاضه خصو يرجع لمينا، يبات في مينا ديك الليله ديال 10 الصباح 11 عنده قلنا 11 12 13 يدوزون في مينا، يمكن له يدير 11 12 عشيه ديال 12 يروح فحالو لمكه يكمل ما يزيدش 13 الا بغى ما كاين باس. شنو كيدير في هذه الايام الثلاثه الا دوز 3 ايام او في اليومين الا دوز يومين في مينا؟ عنده الدين ديالو العام اللي هو الصلوات الخمس والخدمه ديال الحج، يعني الكماله ديال الحج التتمات، وهي من الاعمال الواجبه. الا مشينا لا ماشي ركن، لا واجبه، يعني لان الركن ما كيتجبرش والواجب الى غلط فيه ولا ما داروش كيتجبر يذبح يجبر بدم، هذا من الواجبات، هذا الرمي ديال الجمرات. اذا هذاك النهار ديال 11 12 13 هذه الايام هذه عنده خدمه واحده، وهي هذوك ثلاثه ديال الاحواض، ثلاثه ديال الاحفاري، ثلاثه ديال الاحفاري، هذه راه ما كيكون فيها زحام، راه الزحام كاين في الجمره نهار العيد ديك ديال 10 جمره العقبه بوحدها، هذاك النهار بوحده فيه الزحام، لانه كاين واحد العدد ديال المذاهب وديال الدوال اللي كيدوزو هما غير 10 وكيمشيو فحالهم، ما عندهمش هما في المذهب ديالهم لا 11 ولا 12 ولا 13، يعني الايرانيين المذهب الشيعي ما فيهش هذه الخدمه كاع كلها، ما كيعمروش وهما كثار كيخويو الدنيا ويخليو الدنيا مرتاحه. ولذلك فعلا يعني عندك سبعه ديال الحصيات لديك الحفره الاولى، وسبعه ديال الحصيات للحفره الثانيه، وسبعه ديال الحصيات للحفره الثالثه. كل حفره كترمي فيها حصيه تكبر الله اكبر وترمي وحده، وخصك تشوف الحجيره ديالك بانها طاحت في الحوض، طاحت في ذاك الغار، حوض كبير، الا مشاتي ضربتها وضربت الحوض وخرجت ما هبطتش ما شدتش النيشان عاودها. ولذلك مزيان يكون عندك الزايد ديال الحجر، واحسب حسب، يعني حسب واحد اثنين ثلاثه، يعني الله اكبر حسب بيديك او شي طريقه من الطرق باش تعرف راك درت سبعه، ما درت شي ثمانيه ولا ما درت شي سته او خمسه. فإذا من بعد ما كتكمل يعني ديك الحوض الأول كترمي فيه سبعة ديال الحصيات كتعطيه بالظهر وتستقبل القبلة وتهز يدك تطلب الله سبحانه وتعالى من الدعاء ما شئت، وتزيد الثانية عاود ترجمها بسبعة بالتكبير وتعطيه بالظهر وتشد القبلة وتهز يدك وتطلب الله سبحانه وتعالى، وتزيد الثالثة. نعم لا غتبدا بالاول، هذا غدير فيه الترتيب، هذا ديال 11 12 13 اللي كتسمى ايام التشريق، غدير الترتيب كتسمى الصغرى والوسطى والكبرى، يعني الاولى اللي قدامك الترتيب اللي جات قدامك، اللي جات قدامك راه هي الاولى. نعم هاي اللي جات قدامك هي الاولى، دابا راك في مينا غتجي قدامك هي الصغرى هي الاولى قدامك، والوسطى والكبرى هي الاخرى اللي جمرت العقبه، لان فعلا عندك الصح نهار 10 الاولى ما كترجمهاش والثانيه ما كترجمهاش كتمشي حتى للثالثه. لا دابا الان في نهار 11 12 13 كترجمهم كاملين وتشدهم الترتيب، تبدا بالاولى تكملها ترجع للثانيه تكملها وتمشي للثالثه. اذا الاولى من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثانيه من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثالثه من بعد ما كتكمل ما فيهاش الدعاء، قبط الطريق، لانه هذيك هي السنه، وثانيا هذاك راه طريق خوين موضع للناس باش الناس كيمشيو. اذا هذا الخدمه ديال النهار الاول، فوقاش كترجم من بعد الظهر، يعني السنه ديال جمره العقبه نهار العيد كترجم السنه قبل الظهر ويجوز بعد الظهر، قلنا حتى الليل هذه السنه ديالها من بعد الظهر حتى يودن الظهر، وتسمع الاذان ديال مسجد الخيف راه كيودن بمكبر الصوت عاد تمشي ليها، يمكن لك تصلي عاد تمشي، يمكن لك تمشي ترجمها قبل ما تصلي انت حر، لكن من بعد الاذان والوقت كله العشيه كلها ديالك حتى الليل ديالك، وبالتاكيد ما فيهاش الزحام، هاد 11 12 13 ما فيهم زحام، واللي خلى كاع يعني نقولوا حتى من بعد العصر يعني تقريبا لا يكاد يجد احدا، بعد العصر كتخوى الدنيا سبحان الله العظيم، لا نهار 11 ولا 12 يعني ايام التشريق راه ما فيهاش مشكل، راه المشكل الوحيد اللي كاين هو نهار 10 والناس كيشددوا على رسول ربي تعالى وسع، قال لك اللي ما قدش شيء قبل الظهر يدير من بعد الظهر، ما كفاك شيء من بعد الظهر قدامك الليل. فاذا هذه هي الاعمال ديال ايام التشريق كترجم من بعد الزوال، من بعد صلاه الظهر او من بعد الاذان ديال الظهر، يعني النهار 11 ونهار 12 ونهار 13 اللي زاد نهار 13. انما اللي ما بغاش يزيد نهار 13 راه كيخصو يخوي مينا في العشيه ديال 12 قبل ما تغرب الشمس، راه الا غربت عليه الشمس وهو مازال جالس مينا خصو يزيد 13. ما عدا في حاله واحده، الا هو ركب في الكار ولا في الطاكسي قبل غروب الشمس ولكن ذاك الكار ما قلعش بقى قاعد تما حتى ودنت المغرب، لا باس بذلك، لان من اللي ركب ولا محسوب على مكه، بقاش محسوب على مينا، لان ماشي الامور ماشي بيدو، وفعلا كبار الحين كيكون الزحام ما كيقلعش ذاك الشيء حتى كيودن المغرب عليك، ما عندك ما دير، فالمشكل هو مازال ما ركب باقي كدور هنا وتشوف هذه وتجمع هذه الى اخره، حتى ودن عليك المغرب ما عليك الا تبات هذيك الساعه. فاذا هذه خلاصه الامر، يعني اللي كان دار طواف الافاضه وزاد ليه السعي بين الصفا والمروه انتهى الحج،
هذيك الساعة كتروحوا لمكة، اش كيبقى قدامك؟ كتبقى الصلوات الخمس، يمكن يعطيكم نهار يومين ثلاث ايام 10 ايام على حساب نظام الرحلة في مكة. ما حدك في مكة وانت تصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام، النهار يقولوا لكم اليوم غادي نقلعوا او غدا غادي نقلعوا، عندك واحد الخدمة سميتها طواف الوداع، آخر عهدين بينك وبين المسجد الحرام تودع المسجد الحرام بطواف الوداع، ما فيه شيء السعي بين الصفا والمروة، في غير طواف سبعة الأشواط وسير في حالك الله يجعل بركة، هذاك هو وداع ديال البلاد كلها، وكتمشي نيشان للسيارة أو للكار باش تمشي في حالكم للزيارة للمسجد النبوي للمدينة، أو كترجعوا للطائرة اللي كانوا يسبقوا الزيارة كترجعوا لجدة باش تركبوا في الطائرة. خلال هذا الشيء كله كاين واحد الطواف كيتسمى طواف التطوع، طواف التطوع يعني فين ما رشقلك بالليل بالنهار بالضحى قبل الفجر بعد الفجر في الجوج في الليل ثلاثة في الليل في أي لحظة من اللحظات شئت ووجدت نشاطا في بدنك لك أن تطوف طواف التطوع. إنما طواف التطوع عنده شروط، شنو هي الشروط ديالو؟ سبعة، كي دير ثلاثة تقول بركة عليا، شي واحد كيدير هذه الخدمة هذه يدير خمسة بركة، لا سبعة، درت الطواف ودرت الطواف بحقه وطريقه، ما فيه شيء السعي بين الصفا والمروه، لا غير الطواف تطوف تا. لا ما كاين احرام، ايه بالثوب، الثوب ديالك العادي لبس المخيط، الاحرام فضينا منه نهار عشرة، نهار عشرة احنا قلنا حسنت راسك قلعت حوايجك، طواف الافاضه، طواف الافاضه اللي ركن من اركان الحج كديروا بحوايجك العاديين، ما كديروش شيء بالاحرام. كاينه واحد النزيله فقهيه، كيمكن انت كطوف سواء كان طواف تطوع ولا فرض او ركن من الاركان اللي هو طواف الافاضه، ويودن صلاة ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر، شوف الظروف فاش جابتك انت، هذيك الساعه من بعد الاذان كتكمل الطواف ديالك كتزيد حتى تقام الصلاه، ملي تقام الصلاه المضاعف شراك وقف، لانه المسجد داك الصحن كله كيولي صفوف، ما ترفد شيء لا من الصف كي غادي شي يوقع له، المضاعف شراك كتلقى راسك راك في الصف، مشكل تلقائي، يمكن قاعد زيد واحد الخطوه لقدام ولا خطوه لورا انت في الصف، فتصلي في موضعك الفريضه، لما يقولوا السلام عليكم كمل الطواف ديالك على الحساب اللي عندك، عندك خمسة زيد ستة سبعة، عندك ثلاثة زيد كمل، عندك أربعة ونص كمل النص، يعني حيثما أنت فأنت في عدك الذي كنت فيه، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.